بسم الله الرحمن الرحيم. Today we will talk about introduction to microeconomics. احنا عندنا النهاردة هنتكلم على مقدمة في التحليل الاقتصادي الجزئي, and we will explain the function and the difference between functions. يبقى انا عندي دلوقتي هتكلم على الايه, هتكلم على الدالة, هتكلم على الايه, اللاينر فانكشن. يبقى انا النهاردة كلامي هيكون على الفيجر نمبر 1. The figure number 1 shows بيبين the following, بيبين الايه, first inverse relationship, بيبين العلاقة العكسية. What is the inverse relationship? إيه هي العلاقة العكسية؟ When the line makes slow down from northwest to southeast, لما عندي هنا الخط بيبقى منحدر من northeast, من northwest, من الشمال الغربي, ونازل ناحية الايه, الايه, الجنوب الشرقي. This figure express about, هذا الشكل بيعبر عن ال inverse relationship, عن العلاقة الايه, العكسية. العلاقة العكسية, what is the inverse relationship? When the part 1 decrease, part 2 increase. لما الجزء الاول من العلاقة بيقل, الجزء الثاني من العلاقة بيزيد. And also when the part 1 increase, the part 2 decrease. لما الجزء الاول من العلاقة بيزيد, عندي الجزء الثاني من العلاقة بيقل. يبقى اذا كانت العلاقة متجهة ناحية الزيادة في طرف من الأطراف, وفي المقابل متجهة ناحية النقصان, يبقى أنا قدام هنا علاقة عكسية, اللي هي inverse relationship. في الغالب this relationship is linear function, بتبقى علاقة هنا ايه, دالة خطية. وبرضو عندي هنا this is one relationship between two parts. يبقى العلاقة دايما في الدالة الخطية بتعبر عن طرفين, بيتم التعبير فيها على العلاقة بين طرفين. The second figure, في الشكل الثاني انا عندي we have also linear function, عندي علاقة او عندي دالة خطية. الدالة الخطية also between two parties, يبقى انا عندي ما بين ايه, ما بين طرفين. The line in this figure make a slow down from northwest to southeast. يبقى هو دلوقتي بينحدر امامنا من الايه, من الشمال الغربي ناحيه الايه, الجنوب الشرقي. الشمال الغربي اللي هو northwest. This figure shows ايه, بيبين عندي هنا الايه, البوزيتيف ريليشن شيب, اللي هي العلاقه الطرديه. What is the positive relationship? The positive relationship is when the part 1 increase, part 2 also increase. When the part 1 decrease, part 2 عندي هنا also decrease. يبقى العلاقة الطردية معناها ان انا لما بيكون عندي طرف من الاطراف بيزيد, يبقى عندي الطرف التاني برضو بيزيد. لما عندي التمن مثلا بيزيد, يبقى الكمية المعروضة بتزيد. يبقى لما عندي الايه, البرايس والكوانتيتي ديماند, الكمية, السعر وقصاده الكمية المطلوبة, اذا كانت بتزيد يزيد التمن, وبالتالي تزيد الكمية المطلوبة, يبقى انا قدامي علاقة عندي هنا مثلا طردية.
The third figure. أنا عندي الشكل التالت. ده express about this figure. Express about بيعبر عن curve two curves. يبقى أنا عندي كيرفين. عندي curve number one and curve number two. يبقى عبارة عن منحنى. مش واخد line. مش واخد خط. يبقى أنا عندي أول حاجة دلوقتي there are three relationships. أنا عندي تلات علاقات. أنا عندي دلوقتي A and B also B C وعندي C to D. أنا عندي دلوقتي أهو عندي positive relationship اللي هي A to B and also we have inverse relationship from B to C and last we have a inverse positive relationship from C to D. يبقى أنا عندي علاقة طردية من A ل B لأن الشكل ده اللي احنا اتفقنا عليه في الأول اللي احنا قلناه أهو جاي من عندي هنا من النورث ويست تو ساوث ايست. يبقى ده كده الشكل ده بالمنظر ده بيعبر على العلاقة الطردية. لكن الشكل اللي هو الأولاني ده اللي هو الفيجر 2 ده اللي جاي من النورث ويست تو ساوث ايست ده اكسبريس اباوت ذا ايه بيعبر عن الايه الانفيرس ريليشن شيب اللي هي العلاقة الايه العلاقة العكسية. انما انا عندي دلوقتي انا عندي 3 relationships. عندي this is first relationship, second relationship and a third relationship. عندي ال first relationship is positive, second relationship is inverse and third relationship is positive also. يبقى انا كده ذا ايه يبقى احنا كده اتكلمنا النهارده وعرفنا what are differences between ايه هي الفروق between line والcurve. وعندي برضو ايه نفس الكلام ده. شكرا ونتقابل المره اللي جايه.